بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وتسليما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية هذا اللقاء الإيماني المبارك في هذه الليالي والأيام الكريمة المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الرحيم الجعفري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنما لهم درجات عند
كريم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، وقد كانت خير بداية لنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لحضراتكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية في هذه الليالي الكريمة المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، بر الوالدين أمرنا به من قبل المولى سبحانه وتعالى، وضرب لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في ذلك، وحثنا في أحاديث تترى تحث على بر الوالدين. حول بر الوالدين تحدثنا واعظة الأوقاف الدكتورة وفاء عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم في لقاء اليوم وحلقة بعنوان بر الوالدين. في الحقيقة اهتم الإسلام اهتمام بالغ ببر الوالدين، وقرن رب العزة سبحانه وتعالى في الخطاب الإلهي بين الإيمان بالله عز وجل وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى وببر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمر ربنا سبحانه وتعالى أن نحسن إلى الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما كان يدخل البيت كان ينادي على أمه الكفيفة ويقول: السلام عليك يا أماه، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فكانت ترد عليه وتقول له: وعليكم السلام يا أبا هريرة، رحمك الله كما بررتني كبيرة. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها نقلت لنا إن في اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الناس بأمهاتهم، وهم سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا حارثة بن النعمان. وسيدنا عثمان بن عفان من يقول: منذ أن أسلمت لم أحد البصر إلى أمي، وكأن النظرة الطويلة بحدة أو بحد النظر إلى الأم اعتبرها سيدنا عثمان من عقوق الوالدين. أما سيدنا حارثة بن النعمان وما سيدنا حارثة، سيدنا حارثة الذي النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام أنه يسمعه يقرأ القرآن وأنه يدخل الجنة، فلما حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذا قال: كان برا بأمه كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكان ينظف رأس أمه، وكان يطعم أمه بيده، وكان لا يستفهم كلام أمه، فكان يخرج من عندها ويسأل الصحابة ماذا قالت، أو من كان عند أمه ماذا قالت أمي، فكان لا يراجعها حتى في الكلام الذي كانت تقوله. وفي الحقيقة بر الوالدين ليس فقط أحياء، ولكن بر الوالدين أحياء وأمواتا، لأن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل بقي من بر والدي شيئا بعد موتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأعطانا رشدة رائعة يا ريت نلتزم بها جميعا، قال: بلى، الصلاة عليهما وهو الدعاء، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. دول خمس أمور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا نبر بيهم أبائنا وأمهاتنا حتى بعد وفاتهم. تعالوا نتمسك ببر الوالدين، تعالوا نحسن إلى أبنائنا، لأن هو ده الطريق إلى الجنة،
ويمكن سيدنا النبي ذكر سيدنا أويس بن عامر القرني الذي يعد صحابي بالرغم أنه لم يقابل النبي عشان يرعى أمه، وقال لسيدنا عمر بن الخطاب إذا لقيت أويس بن عامر القرني فاسأله أن يدعو الله لك وأن يستغفر لك لأنه كان برا بأمه. اللهم اجعلنا برين بآبائنا وأمهاتنا، واجعلنا ممن ترضى عنهم ويرضى عنا آبائنا إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد كلمة العلم هذه نختتم هذه السهرة الإيمانية المباركة في هذه الليالي الكريمة الطيبة المباركة، نختتمها بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ندرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. أغلى الشهور محبة وفانا، والقرب للرحمن فيه منانا. شهر الفتوحات، شهر الفتوحات، شهر الفتوحات التي أمجادها هزت ربوع الأرض والأركان. وبنصر بدر وفتح مكة تحدثوا، وبنصر بدر وفتح مكة تحدثوا، ولجيش مصر تذكروا رمضان. يا رب للأمجاد وفق شعبنا، وقبل وقبل بجاهك يا كريم دعانا. رمضان عبادتنا الكبرى وطريق الجنة للأخرى، باب الريان ينادينا ويشوقنا نحيي الشهرى، ليكن في الخير تسابقنا وتنافسنا يجري نهرا. ونداء الله يحفزنا فالعتق من النار البشرى، من أول يوم في رمضان صوت للقرب من الرحمن، صوت الفردوس ينادينا لنعيد القلب إلى الديان. من باب الحب أتى رمضان، من باب القرب إلى الديان، من قلبك قل أهلا رمضان، من قلبك قل أهلا رمضان، من قلبك قل أهلا رمضان. من أول يوم في رمضان
صوت للقرب من الرحمن، صوت الفردوس ينادينا لنعيد القلب إلى الديان، صوت بالحب لخالقنا من وحي الله من القرآن، أفراح الكون بنا تشدو ونجاوبها أهل رمضان. من باب الحب أتى رمضان، من باب القرب إلى الديان، من قلبك قل أهلا رمضان، من قلبك قل أهلا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك عليه.